شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول منخفضة الدخل لتنفيذ تعهداتها الخاصة بالمناخ، مشيرا إلى عدم التزام بعض الدول المتقدمة بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بحوالي 100 مليار دولار. جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي بجلسة حوارية بعنوان التحول الطاقي وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة إيجيبس 2024. تصوروا إن احنا في مصر أيضا كان عندنا بنفقد حوالي ما يقرب من 9 إلى 10 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق اللي موجودة في الدولة المصرية. على خلال 7 سنوات أيضا أقدر أقول بمنتهى التواضع إن احنا قدرنا نتغلب على هذه المشكلة، بس احنا أنفقنا أموال ضخمة جدا. والحقيقة يعني يا ترى كان هل النهاردة مؤسسة التمويل وهي شايفانا واحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد ان هي تدينا تمويل منخفض التكلفة عشان تراعي الخطة او التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال انا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على افريقيا. اذا لم تتوفر التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضة أو الاقتصادياتها متواضعة، ودي كلمة يعني مهذبة، يعني أنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبة، هتعمل إيه؟ إحنا قلنا في مؤتمر باريس في 2015 إن في 100 مليار دولار هيبقى يتم ضخهم لصالح يعني الطاقة والمناخ وكلام من هذا القبيل، وإحنا قلنا لو الكلام ده تحقق بالفعل، إحنا بنتكلم النهاردة من 15 للنهاردة يعني حوالي 8-9 سنين. لم يضخ أموال بالقيمة ديت طبقا للتعهدات اللي تمت.